عليكم بخير، اش اخباركم؟ اش كتعاودوا؟ كنتي مزيان؟ كنتمنى تلقاكم بخير وعلى خير. كنتمنى هاد الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال، تكونوا فرحانات ونشطات وعلى خير وبخير يا ربي. وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى يهز علينا هاد الوباء هذا يا ربي، ونرجعوا لحياتنا الطبيعيه ان شاء الله باذن الله. فغادي اليوم ان شاء الله فيديو جديد وروتين جديد غنشارك معكم البنات بشي مشتريات. المهم ضروري مره كنخطفوا حاجه، ماشي يعني الا جيتي تسني تشريكو شي داكشي اللي خاصك راه ما غاديش تشري. اللهم كل مره كنخطفوا حاجه. فاول حاجه البنات غادي نبدا معكم بها هو هاد النوع هذا ديال الليمون. هادو كيكونوا بحال هكا. فالصراحه البنات هاد المول هذا شحال هذا كنت باغا ناخذو، ويلاه كتاب خديتو البنات 25 درهم. هانتوما نشوفوا واش كيبان لكم. ها هو البنات كما تشوفوا اللي عجبني فيه البنات هاد المول هذا هو انه ماشي غير الليكيك. فكما قلت لكم البنات يعني هاد المول هذا ماشي غير الليكيك، فهو كيصلح حتى لسلاد. يعني الا بغيتو تصاوبوا شي سلطه ديال الخضره ممكن تصايبوها به. واللي زوين فيه هو انه كيصغر، يعني تقدري ديري واحد شليضه في الدار انت وليداتك تكون صغيره. هانتوما الناس كيف ما شفتوا يعني هذا الحجم هذا راه كافي لاربعه ديال الناس. تقدري ديري طبقات، ديري الروز وديري خضيره مسلوقه وديري عاوتاني الروز وتقدي واحد الشليضه اللي زوينه. فكما قلت لكم وممكن انكم هانتوما تكبريه، يعني راه تيكبر. هانتوما البنات هذا راه مازال باقي، شوفوا شحال تيكبر. المهم البنات هذا خديته كما قلت لكم 25 درهم. وخديت البنات هاد الطويجين هذا، هانتوما الطويجين صراحه عجبني بزاف. فيه هاد اليديات هادو، يعني ما كتبقايش فيما بغيتي تهزي الطاجين كتقلبي عليها باش تهزي. عطيتي البنات كلشي اللي هادوك السربيدات ديال الكوزينه كلهم خرجت عليهم غير الطاجين ديما تنحرقهم. فالمهم هانتوما البنات وفيه حتى هاد العيبه هادي لتحت شفتو، يعني هاد القصديره منو كاينه منو، ولكن انا ما جاتني بحالها شويه رهيفه. غنبقى ندير ليه هادي القصديره الاخرى اللي كندير ديما. هذا البنات خديته ب 460 ريال، 460. المهم البنات زوين انيق في الحطه ديالو. هانتوما البنات كتسنيكم. وهنا البنات خديت البيجامه هادي كيف ما تشوفوا. صراحه البنات هادو ماشي يعني هادو كيتلبسوا هكا، تقدري تلبسيهم تحت جلابه كيجيو زوينين في هاد البرد هذا. هانتوما البنات المهم هادو البنات خديتها ب 50 درهم. هانتوما البنات ب 40 درهم، البنات ماشي ب 50 درهم، ب 40 درهم. هانتوما صراحه التول ديالها زوين، هانتوما مبره. وكما قلت لكم هادو زوينين سخانين تلبسيهم هكا تحت الجلابه. هانتوما صراحه زوينين البنات ب 40 درهم. كان كيقول فيهم 20 درهم الوحده، كان اصلا هاد الريكلام هكا تيتباع يعني 20 درهم البياسه. قلت لكم البنات خديت هاد القصريه هادي، عندي قصريه كبيره ولكن هادي البنات عجبتني صغيره وغارقه، تقدري تفوري فيها رابعه نص كيلو، الاخرى صراحه من كيلو للفوق لانها كبيره بزاف. هانتوما البنات خديتها ب 360، الطاجين خديته ب 460 وهادي ب 360. صافي البنات خديت هنايا واحد كيلو ديال الحامض، غنشارك معكم ان شاء الله اليوم الا بقى لي الوقت غادي نشارك معكم واحد المركز ديال الحامض كيجي زوين، كتحضري به في الثلاجه تبقاي تخلطي به العصائر ديالك. صافي هنا كنت خديت غير شويه البصله، كانت خاصني البصله. وهنايا خديت الكيوي، خديت واحد 5 الحبات ديال الكيوي. صافي هادشي اللي كاين البنات، فما تمشيو فين بقاو حتى نكملوا الفيديو ديالنا. وما تنسونيش من لي لايك ومن البارطاج، بارطاجيو الفيديوهات ديالي الا جات على خاطركم مع اهلكم مع احبابكم مع اصدقائكم. وشكرا بزاف ديما تنقولها لكم اللي كنكون كنمونطي، دابا غنقولها لكم مباشره، نقول لكم شكرا بزاف لي كومونتير اللي كتخليو ليا، لي كومونتير اللي تحفيزيه اللي خطيكم عليا. شكرا لكم بزاف، شكرا الناس اللي كيديروا لايك، شكرا حتى الناس اللي كيديروا ديزلايك. شكرا لكم بزاف اللي خطيكم. يلا البنات ما تمشيو فين بقاو حتى تكملوا. واول حاجه البنات غادي نبدا معكم ان شاء الله هي غادي نصايب معكم واحد الكيكه اولا واحد التحليه اللي هي في الاصل ديالها شرقيه معروفه بحلى المرايا، اولا كيكه ديال 3 طبقات. فان شاء الله في المقادير غادي نحتاجو بيضه وحده، كاس لاروب ديال سنيده، كاس لاروب ديال الماء، وكاس لاروب ديال الزيت، وكاس ديال الدقيق، وواحد معلقه ديال الكاكاو، ومعلقه ديال الحليب غبره. ففي الطريقه البنات غادي نديرو واحد الاناء غادي نديرو فيه بيضه وغادي نديرو فيه داك كاس لاروب ديال السنيده. كما شفتوا البنات مقادير اللي بسيطه حيت ما غاديش نبغيو هاد الطبقه هادي تكون عاليه،
غادي نزيد هنا كيف ما شفتوا داك كاس لا روب ديال الزيت، وغادي نخلط اي مكون بطبيعه الحال زدتو وانا كنخلط، وغادي نزيد داك كاس لا روب ديال الماء، الماء عادي من الروبيني الماء بارد، كنعرفوا ان الماء كيعطي واحد الخفه للكيك. هنا غادي نزيد معلقه ديال الحليب غبره، حتى هو كنعرفوا الدور ديالو في المعجنات اولا في لي كيك، وغادي نزيد واحد المعلقه كبيره تكون عامره مزيان ديال الكاكاو. وبطبيعه الحال بحال هاد النواشف هادو ضروري انكم تغربلوهم حيت كيكونوا مكورين وما كيذوبوش لينا في الخليط. صافي هنا كما كتشوفوا غادي نزيد واحد الخماره حتى هي بطبيعه الحال غادي نغربلها، وغادي نزيد واحد الكاس يكون عامر ديال الدقيق. انا البنات هنا كان عندي كان ناقصو شويه، راني زدت واحد المعلقه في الاخر. المهم غادي ديروا كاس ديال العنبه يكون عامر مزيان. صافي وغادي نخلط مزيان، وغادي نبدا كما شفتوا راني كنغربل وكنخلط. غادي ناخذ واحد المول يكون مول كيتحل، يعني الا كان مول كيتحل غادي يكون احسن. صافي ودهنتو كما شفتوا بالزبده وبالكاكاو. فكنقول لكم ديما البنات الكيكه اللي كتكون عندنا بحال هكا كتكون فيها الكاكاو، من الاحسن انكم تدهنوا المول ديالكم بالكاكاو باش ما تجيكمش ديك الكيكه مشهب هذاك داك الدقيق. صافي غادي نخوي الخليط ديالي وغادي ندخل الكيكه ديالي للفران. راه ما كتاخذش بزاف ديال الوقت كما شفتوا، راها ما كتجي غير يعني ما كتجيش عاليه. صافي البنات غادي ندخلها طيب، ومن بعد غادي ندوزو باش غادي نصاوبو الطبقه الثانيه. بالنسبه البنات للطبقه الثانيه كتجي واحد الطبقه اللي زوينه بزاف بزاف، فغنحتاجو فيها جوج ديال اليوغورت ديال بالنكهه ديال الفاني. ممكن البنات ديرو ديك البيرلي اولا داك الياغورت ديال 50 ريال، ممكن ديرو فيه ثلاثه. اللي ما متوفرش عندها دير غير هذا ديال الفاني ديال جوج دراهم، دير جوج. وغادي نزيد واحد كاس ديال الحليب غبره، وغادي نزيد واحد الفاني. فالصراحه البنات هاد الطبقه هادي كتجي واعره، كتجي زوينه بزاف بزاف بزاف. غادي نخلطها كيف ما شفتوا، غادي نخويها على داك الخليط اللي على داك الكيكه من بعد ما جبتها من الفران. انا غنوريها لكم كيفاش جات. الصراحه البنات جات زوينه، جات رطبه رطبه، جات دايره بحال شي جينواز. ها نتوما البنات شتو كيفاش جات، وكما قلت لكم راه ما تجيش عاليه. غادي ناخذ داك الخليط وغادي نزيدو نخوي على داك الكيكه، وغادي ندخلو للفران. غنشعل ليه غير من الفوق، يعني راه ميم با واحد جوج دقائق دغيا، كي ما تسنوش باش يتحرق لكم شي حاجه من الفوق، يعني غير كديروا يديكم كتبان لكم ديك الطبقه صافي راه تماسكات صافي وكتخرجوا. راه كما قلت لكم راه ما كيشدش بزاف، غير واحد جوج دقائق بالحساب وكتشعلوا غير من الفوق. صافي البنات من بعد غادي ندوز باش غادي ملي خرجت هنا الكيكه ديالي من الفران، صافي ديك الطبقه راه كانت تماسكات. هنايا غادي ندوز باش غادي نصاوب الطبقه الاخرى ديال الفلان. فكما شفتوا خديت تما واحد جوج كيسان ديال الماء، ودرت معاهم حتى 3 معالق ديال السكر سنيده، وعندي جوج ديال الفلان، واحد ديال الكراميل وواحد ديال الشوكولات. صافي البنات الا كان عندكم داك الفلان الكبير راه ما كتحتاجوش انكم ديروا سكر، هذا لا هذا ضروري انكم هذا الصغير هذا ضروري انكم ديروا معاه السكر. غادي نزيد كما قلت لكم دوك جوج ديال لي فلون، واحد ديال الشوكولات وواحد ديال الكراميل. غادي نخلط وغادي نديهم فوق البوطه حتى كيغلاو، يعني كيف الفلون العادي اللي كنديرو. وهنا كما تتشوفوا ديك الطبقه ها هي كما قلت لكم راه دغيا كتدخلوها الفران كتماسك. غادي نخوي عليها داك الخليط، يعني ديك الطبقه الثالثه، وغادي نخليها تما فوق البوطاجي، يعني ما نحركهاش حتى كتشد الحراره ديال المطبخ، حتى ما كتبقاش داك البخار يطلع. عاد غادي ندخلها الثلاجه حتى تبرد، يعني تتبرد مزيان مزيان عاد غادي نقدمها. هنا البنات كما كتشوفوا كانت الكيكه ديالي راها تقريبا درتها في الصباح بكري وما قدمتها حتى العشيه، اولا ديروها في العشيه وما تقدموها حتى في الغد، يعني هذه كتبغي تبرد باش كتجي زوينه. ولا البنات كتجي رائعه، كتجي فن هاد الكيكه هذه، غير جربوها راه كتجي بحال الا كتاكلوا في شي كريمه ديال، يعني بحال كتاكلوا في شي حلوه ديال لا كريم، اولا يعني ديك الطبقه الوسطانيه كتجي زوينه، داك لا جينواز اللي تحت هي كتجي خطيره. وبالنسبه للزينه البنات كتزينوا باللي عندكم، يعني اي حاجه عندكم، ممكن ديروا الشوكولات محكوك، ممكن تخليوها غير عاديه ديك الطبقه ديال الفلون راه كافيه كتجيبها زوينه بزاف بزاف. انا كما تشوفوا كنبقى عندي داك الفانيد اللي كنت شاركت معكم داك النهار، كانوا بقاو عندي هاد الشويه هذا جبتو وزينت به.
هانتوما البنات كيجيو دوك ثلاث طبقات، راه ما نعاودش لكم كتجي زوينه بزاف. وديك الطبقه الوسطانيه الا بغيتو تزيدوها الفرماج راه كتزيدوا واحد جوج فرماجات. كنعرفوا ان الحلاوه مع الملوحه راه كيعطيو واحد المزيج اللي زوين بزاف بزاف. هانتوما البنات كما تشوفوا يعني راه كتجي زوينه، غير هي كتبغي انكم تخليوها تبرد. انا راه درتها في الصباح وقدمتها لهم يعني حتى العشيه، عاد حطيتها لهم تقريبا حتى يعني حتى مورا الكوتي. وهنا البنات غادي نشارك معكم ان شاء الله واحد هو الزيت، غنديروا زيت وغنديروا حاره في نفس الوقت، يعني غنستافدوا منهم بجوج بهم. فهنا البنات خديت هاد الحاره هذه كما تتشوفوا، حاره تكون يابسه، اما كتشريوها، انا البنات ما شريتهاش، كانت عند امي دايراها زرعها في السطح صافي، وعطاتها ليا شديتها ومسحتها، درت واحد الزويف فازك ومسحتها مزيان، ما بغيتش نغسلها حيت كانت كارمه، مسحتها من ديك الغبره. وهنا كما تتشوفوا غادي نبدا كنقطعها من التحت. هانتوما البنات كما شفتوا باش كتطلق ديك الحروره ديالها، غادي نديرها في واحد القريعه وغادي نعمر عليها بالزيت. الصراحه البنات ملي كتوجد باش كتعرفها وجات ان ديك الزيت كتولي حمراء، يعني كتطلق ديك الفلفله كتطلق في داك الزيت وكتولي ديك الزيت حمراء، كتصلح لبزاف بزاف ديال الحوايج. بالنسبه للعشاق ديال البصاره راه هاد الزيت هذه كتجي خطيره مع البصاره، يعني كتحط البصاره وديريها الزيت من الفوق كتجي زوينه بزاف. ممكن ديريها في زعلوك، ديريها في تكتوكه، ديريها في الشرموله ديال الحوت، ديريها في بزاف بزاف، يعني كتنفع البنات هاد الزويته هذه، وكتكون حاره وزوينه وطبيعيه يعني ديال الدار وعارفين شنو فيها. صافي البنات هانتوما كيف ما شفتوا ملي ساليت داك الفلفله كامله اللي عندي، هنا غادي نعمر عليها بالزيت بلديه، يعني كنعمر عليها بزيت بلديه كيف ما شفتوا صافي. وغادي نسد عليها ونخليها هنا، كان مازال خاصني مازال شويه نزيد صافي، ونسد عليها وغادي نخليها حتى كتوجد، راه تقريبا واحد السيمانه صافي كتبان لكم ان داك اللون اللي في ديك الزيت راه بدا كيتبدل، يعني ما كيبقاش بحال هكا خضر زيت بلديه عاديه، كيولي احمر حيت هذيك الفلفله كتطلق فيه. صافي البنات من بعد غادي ندوز باش غادي نشارك معكم واحد المركز ديال الحامض. بالنسبه لبنات المركز ديال الحامض غنحتاج فيه هنا كما تتشوفوا كيلو ديال الحامض، بطبيعه الحال غسلوه مزيان بالشيته ونشفوه عاد حكوه حيت القشره ديالو غادي نحتاجوها. هنا غادي ناخذوا كامل داك الكيلو وغادي نحيد ليه القشره ديالو، يعني هاد المرحله دي كتشد شويه ديال الوقت، ولكن الا كانت دغيا دغيا زعما ملي غادي يوجد راه اكيد غادي يعجبكم وغادي تبقاو دائما كديروا. صافي البنات من بعد ما ساليت ديك الكميه كامله ديال الحامض اللي عندي، غادي ندوز دابا باش غادي نعصروا. هانتوما البنات هذه هي القشور، هذه الكميه تعطيني ديال داك كيلو ديال الليمون حامض صافي. وغادي ندوز باش غادي نعصروا كيف ما شفتوا، انا ناخذ العصاره وغادي نعصروا كامل، يعني حاجتنا في هذا المركز هذا بالماء وبالقشور ديال هذا الحامض هذا صافي. غادي نبقى بنفس الطريقه حتى غادي نعصروا كامل، وحتى دوك القشور البنات يعني هذا المركز حتى هو غنستافدوا مازال من دوك القشور، غادي نخلوهم غنبقاو نسمو بهم الكيك ديالنا، وغادي نستافدوا حتى من دوك هاد القشور. ها هما كما كتشوفوا درتهم في بلاستيك وغادي نديرهم في الثلاجه. هذوك البنات زوينين بزاف، تقدروا ديروهم تبقاو تحطوهم في الثلاجه مره مره، تجبدي وحده وتحطيها في الثلاجه راه كتمتص الروائح. صافي البنات خديت هنايا نص كيلو ديال السنيده، وغادي نزيد عليه داك العصير ديال الحامض اللي كنا عصرنا، وغنزيد عليه دوك القشوره ديال الحامض. صافي البنات وكنبقى كنحرك، يعني كنخلي تقريبا هاد العصير هذا كيبقى عندي نهار كامل، وانا فيما دزت كنحرك، فيما تفكرتو كنمشي كنحرك ديك السنيده حتى كيذوب وكيولي عندنا البنات داير بحال يعني كيولي طالق الخيوط، كيولي بحال السيرو صافي. ديك الساعه راه تيكون غندوزو ان شاء الله باش غندوزو المرحله الثانيه. هنا كما تتشوفوا غادي ندوز غادي نصفيه من دوك القشور ديالو، وحتى هاد القشور البنات راه ما كنضيعوهمش كما قلت لكم لا الاولين اللي عصرنا ولا هادو، هادو البنات راه كيجيو رائعين في الكيك. هانتوما غتشوفوا فيا تشوفوا معايا الطريقه اللي غنحتفظ ان شاء الله بهم. وهاد المركز هانتوما كما تتشوفوا غنديروه في واحد البواطه وغادي ندخلو للفريغو. صافي البنات تقريبا راه كيبقى واحد الليله كامله راه كيكون واجد. هنا بالنسبه لدوك القشره البنات خديت هاد البواطات هادو راه تيتباعوا بحال هكا، صراحه كينفعوا بزاف صافي. وغادي ندير فيهم داك القشور ديال الحامض وغادي نديرهم حتى هما في الفريغو. ومن بعد البنات كيبقى هذا هو الشكل النهائي ديال هذاك المركز ديال الحامض.
كيجي البنات زوين بزاف بزاف ديال الضياف ديال الغفله، غير كتجبدي تخلطي في الماء وكتحطيه، راه تيجي بحال ديك واحد النوع ديال المناضه، تيجي منعش بزاف بزاف. وبالنسبه كان الناس اللي كيديروا سبور كيجوا شحفانين وهذا، راه صالح لكم هذا العقد المركز هذا. هنا البنات غادي انا غادي نديرو غير في الكويس، وغادي ناخذ هكا معلقه وندوبو في الكويس. ممكن انك تزيديه العصير ديالك اللي كديري فيه الفواكه كاملين، ممكن تزيدي واحد المعلقه ولا جوج، يعني ممكن ديري معاه هذا سكينجبير طري وطحنيه، يعني راه كيجي زوين بزاف بزاف البنات. هذا المركز هذا ما تندموش عليه، غير جربوه، والطريقه ديالو راه سهله ودغيا كيوجد. فهذا الشيء اللي كاين البنات، هذا هو الفيديو ديال اليوم، شاركته معكم على الطبيعه، شاركت معكم داك الشيء اللي قسم الله. حطيت معكم هذيك الكيكه ديال الحلا المرايه اللي كتجي زوينه بزاف بزاف، يعني ديريها لضيافك بوجهك احمر، ناجحه 100%. شاركت معكم هذاك الفلفله اللي شفتوا راه هي ديال بداك الزيت الحار، حتى هي راه كتجي زوينه وكتنفع بزاف. وشاركت معكم هنا المركز ديال الحامض. فهذا الشيء اللي كاين البنات، كنتمنى من الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، ولا نال الاعجاب ديالكم، ما تنسونيش من تعليقاتكم الرائعه، ومن لي لايك ديالكم، من البارطاج ديالكم، ولهلا يخطيكم عليا. وكنتاسف على الصداع اللي حدايا، هذه غير لو جايين راكم عارفين. صراحه ملي ما بغاتش كنبغي نمونطي هكا، كنبغي تكون ناعسه، ولكن هذا الفيديو هذا مونطيتو في الصباح وكانت هي فايقه، وضروري ما كنبغيش نسد عليها ولا شي حاجه، خاصها تبقى حدايا. فهذا ما كان البنات، هذا الشيء اللي كاين. كنتمنى هذا الفيديو هذا يلقاكم في احسن الاحوال، وانتم كتفرجوا فيه نتوما وعائلتكم ومعز عليكم. فغنقول لكم البنات السلام عليكم، تهلاو ليا في ريسكم فيديو اخر ان شاء الله باذن الله. والبنات هذا المركز هذا كيما شفتوا راه ما كيجمدش، نسيت ما قلتش لكم، راه كيبقى بحال هكا،